بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة الإسلامية بأيام مشهودة وأيام عظيمة، أيام يكثرون فيها من العبادات ويجمعون فيها من الخيرات والبركات ما لم يحصلوه في غيرها من الأيام. فالله سبحانه وتعالى فرض الصيام على المسلمين، وامتثل الناس لأمر ربهم وخالقهم راضين ومطيعين بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر وأخفى، لا يريد لهم إلا الخير، وأن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينفعهم في أنفسهم وفي أولادهم وفي صحتهم وفي عقولهم. وما دام أن هذا الشهر المبارك هو شهر القرآن الكريم، والشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم، والشهر الذي يستحب فيه الإكثار من القرآن الكريم، كيف لا وهو شهر القرآن، الشهر الذي نزل فيه القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. أحببت أن أشارك إخواني في سلسلة دروس تتعلق بأحكام القراءات، أسميتها بفقه أحكام التجويد، برواية ورش عن نافع من طريق أبي يعقوب الأزرق، واعتمادا على كتب القراءات، كتب القراءات المعتمدة، وكذلك المنظومات التي تسهل وتثبت الأحكام المتعلقة بأحكام التجويد. لأن ما تعلمناه من شيوخنا رحمهم الله، رحم الله الأموات منهم وبارك في عمر الأحياء، ما تعلمناه منهم وما تيقنا منه أثناء ممارستنا للقرآن الكريم، أن هذا القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي من الشيوخ. لذلك أنصح نفسي وأنصح إخواني أن لا نكتفي بقراءة القرآن بلا شيخ، لأن المشيخة شيء مهم، المشيخة مهمة، ولهذا يقال: لا تأخذي العلم من صحفي ولا تأخذي القرآن من مصحفي. وما تعلمناه عن شيوخنا رحمهم الله أن من أخذ القرآن، من تعلم القرآن لوحده فإنه يضل. وهناك بيتين في رسم القرآن تعلمناه حفظناها من شيوخنا رحمهم الله، وهي: يا طالبا تقرأ أنا رضيعيه، النون مفتوح وما يليه، وكل من يقرأ بلا شيخه يتبعه الجهل حتى يعميه. يعني لا بد من الاعتماد على الشيوخ في التلقي، وما أكثر هؤلاء الشيوخ في بلدنا الحبيب، الذين يحفظون القرآن حفظا متقنا بقواعده وبضوابطه، فما على الطالب إلا أن يقصدهم من أجل أن ينال من علمهم وينهل من فيضهم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يعلم المسلمين، والحمد لله رب العالمين.